بعد موقع اختبار صواريخها الباليستية، تركيا تنشئ أول ميناء فضائي في الصومال. ما القصة؟ أجرت تركيا محادثات ناجحة مع الصومال بشأن إنشاء موقع لاختبار إطلاق الصواريخ الباليستية وميناء فضائي في الصومال. وفقا للمعلومات، يتطلب برنامج الصواريخ الباليستية لأنقرة اختبارات بعيدة المدى، وموقع الصومال على الطرف الشرقي من البر الرئيسي لإفريقيا مثالي لإطلاق الصواريخ نحو المحيط الهندي، حسب ما قاله أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، مشيرين إلى أن المسؤولين الأتراك واثقون من أن الصومال سيوافقوا على طلب بلادهم. تعمل تركيا على تعزيز موطئ قدمها في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي منذ زيارة الرئيس أردوغان للبلاد في عام 2011. وافق في ذلك الوقت على تقديم المساعدة المالية لإحياء الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة إلى جانب الأمن. ويسمح اتفاق التعاون في مجال الدفاع والصناعة الموقع بين تركيا والصومال في عام 2015 بإقامة مشاريع البحث والتطوير والإنتاج المشترك في مجال المعدات العسكرية في أراضي الطرفين. واتفق البلدان في يوليو تموز الماضي على تعزيز تعاونهما الدفاعي والاقتصادي على مدى 10 سنوات المقبلة. في عام 2017 افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، ويقوم مئات من قوات البلاد بتدريب جنود صوماليين، وهذا جزء من خطة الصومال لتحسين الأمن. ومن المتوقع أن ترسل تركيا التي تريد تكرار علاقتها بمقديشو في دول إفريقية أخرى سفينة استكشاف للبحث عن النفط والغاز قبالة سواحل الصومال بعد عرض من حكومة البلاد.